يعني لو ما بنعرف وين قضيتي، لو ما بنعرف وين صرنا 10 سنين في المخيم، صرنا نعرف بعضنا. انا شلت ابن اخوي اول ما وصلت. اي انا اول وصي وصلت. نعم اخي، انا ما عندي اعداء لشك فيه، ما عندي حد عدو الي هيك لشك فيه. ومن خلال التحقيقات تم معرفه الفاعل. نحن ثابتين، ما راح نحترق، ما راح نسوي شيء. اللي بده ايانا نحن في بيوتنا ومسلمين امرنا لله. ابني هذا كل يوم يروح على مدرسته، وما راح نخاف ولا راح نخاف، وبالاصل ما بنخاف. وسنضرب بيد من حديد لكل من تسوي نفسه العبسي المحرم. من امام هذا المنزل خطفوا اطفال قبل يومين، ووجدوا البارحه مقتولين مخنوقين امام هذا المنزل كمان في نفس الوقت. جريمه بشعه، اطفال في عمر الزهور يخطفوا ويقتلوا من قبل مجهولين. هذا الامر عمل ضجه وفاجعه بالنسبه لنا ولكل الناس في المناطق المحرره. راح نحاول مع بعضنا نجمع اكبر عدد من المعلومات لنعرف شو القصه. خليكم معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو تعرفنا عن نفسك يعني حضرتك. مصطفى الرجب الابراهيم، مدير مخيم الوفاء. طيب. انت مدير المخيم هون، يعني كيف وصلكم الخبر والمعلومه انه يعني انفقدوا الاطفال من البدايه؟ لو تحكي لنا. تمام يا طيب. انفقدوا الاطفال يعني اذان العصر، وقت العصر، يعني بعد صلاه العصر. يعني نحن ما اعطينا يعني اهميه يعني كثير لفقدانهم. يعني قلنا ولد يعني شغلت ساعه ساعتين بيرجع الولد، ممكن تكون ضايع يعني اصلا. تواصلت مع الجهات المعنيه، مع فرق الطوارئ، مع فرق الدفاع المدني، وتواصلت مع الشرطه، وكلهم ما قصروا الحمد لله رب العالمين. وقت اللي نحن اخر شيء، نحن امبارح فقدنا الامل الساعه 2 بالليل، فقدنا الامل بعد ما خلينا وسيله الا اشتغلناها. هذول الجماعه هل لهم سوابق؟ هل لهم مشاكل مع حدا؟ لهم عداوات؟ انتار بشكل عام بشغلها في بيتها، ما عنده مشاكل معكم. تعرفون يعني معروفين من قديم، معروفين. ويعني لو ما بنعرف وين قضيتي، لو ما بنعرف وين صرنا 10 سنين في المخيم، صرنا نعرف بعضنا. ما ضل فلان ابن فلان وفلان من الضيعه الفلانيه، صرنا كلياتنا ضيعه وحده. بالنسبه لاهالي الاولاد لا، ما عندهم مشاكل. لا ما عندهم مشاكل. لا ما عندهم مشاكل. طيب يعني يعني امام المسجد اليوم صوته كل الناس سمعته، يعني امام المسجد. والاب الثاني محمد نور الرجل يعني بيشتغل شوفير فان مع منظمي، ما عندهم مشاكل، ما عندهم اشكال، ناس طيبين بندب المخيم يعني، وصوتهم ما بيطلع. اجى القاتل شلفهم قدام الدار هاي امبارح بعد اذان المغرب، يعني بخمس دقائق العالم دوب امت في الجامع على البغى. طلعنا يعني كل واحد راح في سبيل وعبيته. انت ايوه، والصغيري كانت هون ووجهها لتحت كمان. طابينهم طب على وجهه، حاطين طب هيك على وجههم بالعكس. نعم اي طب على وجهه. انت كنت موجود؟ انا شلت ابن اخوي اول ما وصلت. اي انا اول وصي وصلت. نعم يعني ما حدا بالمخيم هون يحاول انه يعني انتبه علي او شاف اي شيء؟ ما شفنا اللي ما بعرف مدري مين صاح ليكوا الاولاد على الباب. يمكن ابني محمد ما بعرف مدري مين صاح قال ليكوا الاولاد على الباب. انا طلعت حفيان ايش بدي اسوي ما بعرف، طلعت لقيت الاولاد، شلت واحد وصرت ارقد فيه هيك، يعني ما بعرف وين بدي اروح كمان اصلا. هذا بيت اخوك صح؟ هذا بيت اخوي. نعم اي نعم. الله يجزاكم المحسنين على الله. وقفتكم جنبكم يا رب. الله يصبركم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين. الله يجبر مصابكم. اللهم امين يا اخي. الله يكون في عونكم يا رب. الحمد لله رب العالمين. وقفتكم جنبنا بتكفي. وقفة هالشعب كله هيك حد مني انا بتكفي. يعني الله يجبر مصابكم. المصاب يعني عظيم وكبير. لو تحكي لنا عمي انت يعني ايش هو القصه اللي صارت من بدايتها؟ انت يعني والده للطفله؟ انا والده للطفل. اي عمه للطفله. والله يا اخي ما بعرف، انا جيت من ادلب، كنت في عندي شغل في ادلب، جيت من ادلب العيال لقت لي على برا عم يدوروا على الولد، قالوا لي الولد ضايع هو وبنت عمه. نزلت وصرت دور، ركبت موتور وصرت دور، نكدت المنطقه. عمره الولد 3 سنين. ايه يعني هو بيمشي بالعاده بيطلع برا المخيم؟ لا 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 لا، ما بيطلع برا هالطريق. هذا الطريق لغاد ما بيروح الا عند جده، لعند اكثر شيء عند سته. الولد بيجي لعند سته بياخذ ليره، بياخذ كيس بطاطا، بياخذ شيء وبيروح. يعني ايه لو تكمل تفضل. ايه هذا هو، فتنا بهالمحرر، فتنا بهالمخيم، فتنا بكل مكان، ما لكنا نلاقي. وحتسبنا امرنا الى الله سبحانه وتعالى، وبلغنا الجهات المعنيه، وبلغنا اداره شؤون الجرحى والمفقودين وكليات، وبلغنا هون وما حدا قصر معنا، ما حدا قصر معنا نهائيا. الله يجزيهم كل خير كل الشباب. والله تمر الساعات 2 معنا يعني يدوروا بالسيارات الشباب كلهم، ما فيش يعني. حتى اهل المخيم، اهل المخيمات يطلعوا بالشوارع لحالهم. انتم شكيتوا بحدا يعني حاولتوا يعني تدوروا عن شك فيه؟ ما عندكم؟ ما عندي اعداء لشك فيه. انا سالني هالسؤال هذا اخي، انا ما عندي اعداء لشك فيه، ما عندي حد عدو الي هيك لشك فيه.
ما عندي حدي، ما في تار، ما في اي شيء قديم، ما مستحيل مستحيل، ما عندي تار مع حدي اصلا. طيب. ولا هو حدي اللي معي تار، لاني انا ما ازيد حدي. انت لما جابوا لكم الاطفال انت وين كنت؟ انا كنت في بيتي والله، كنت قاعد مرتكف في البيت، سمعت الصوت البغة، طلعت اركض، والا ابني بالسياره وبنت اخويا مع الشباب عم يركضوا وبيشيلوه بدهم ياخذوه على المشفى. انا مشلت ابني، قلت لهم ابني ميت لا تسرعوا، حتى ابن عمي طاير بالسياره وكذا، قلت له لا تسرعوا لا تسرعوا، ابني ميت، بحتسبوا عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الكل اللي صار الحمد لله. ايش قصه الورقه اللي حيعطي لكم اياها؟ كانت على الاطفال والثاني يوم كانت في، والله ما بعرف، سمعنا انه موجوده ورقه ثانيه، ما بعرف ايش قصتهم، ايش غايتهم، ايش طلبهم، ما بنعرف. ايش المضمون الورقه الاخيره؟ الاخيره قال انه اعطيكم 10 ايام تطلعوا من كل سوريا. طب انتم ما سالتوا حالكم السؤال ليش، ايش السبب؟ سالنا حالنا وقعدنا كل انا واخويا اثنيناتنا، انا واخويا الشيخ ابو المجد، سالنا حالنا كذا، ما في عندنا، ما في اصلا، ما بنقدر نسال حالنا ليش، لانه ما لنا عاملين شيء. يا جماعة من قبل الثورة وبعد الثورة يعني بيشهدولهم بالطيب وما لهم أعداء نهائيا، كل الناس بتعزون وعندهم مشغلهم لبيتهم، يعني ما عندهم أي مشاكل ولا خلافات لا من 10 سنين ولا من 20 سنين ولا من 30 سنة. فهمت علي شلون؟ ولكن حير الناس يعني إنه ما في عقل بشري ممكن يتحمل إنه يقتل أطفال صغار. أكيد نحن يعني متفاجئين ليش؟ لأنه أنا كل نهار طالع بسيارتي، بطلع وفوت وبشتغل، بروح على شغلي بالمنظمه، بروح بشغلي نهائي نظامي، بركب ما حدا تعرض لك، لا 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 هين، ولا حدا رمى علي حجره، ما بتقدر حدا عندي. اولادي هدول ابنه على المدرسه بيروح على كل شيء، ما في ابن اخويا الشيخ، اخويا الشيخ نفسه كل نهار بيجي على صلاه الصبح بكير من اذان الفجر. يعني هل معقول لو بده ايانا انا واخويا، هل معقول بعيدين عنه؟ نحن ما احنا بعيدين عنه، بس ما في شيء بيناتنا نحن وياهم الا الله يعلم، الله يكشف الحالة. انتوا الان يعني بعد هذا التهديد ايش بتكون تساوي؟ ايش بتكون تساوي؟ ما نسوي شيء، نحن قاعدين هون، نحن ثابتين، ما راح نحترق، ما راح نسوي شيء. اللي بده ايانا نحن في بيوتنا ومسلمين امرنا لله. ابني هذا كل يوم يروح على مدرسته وما راح نخاف، ولا راح نخاف، وبالاصل ما بنخاف لانه ما عاملين شيء. الله يسلمكم. وبدنا نروح على مدرستنا، وبدنا نروح على كل شيء، لو نحن تاركين اولادنا وتاركين كل شيء لنا ومسلمين لله سبحانه وتعالى، يعملوا اللي بدهم اياه. قتلوا واحد، قتلوا اثنين، قتلوا خمسة، القاتل واحد والقاتل 10، ما عندي تفرق معي أنا بالنسبة لي ولا نهائيا. ونحن عم نصور مقابلاتنا في مخيمات أطمة، وصل خبر إلقاء القبض على المجرمة اللي قامت بهذا الفعل الشنيع، بسرعة توجهنا على المخفر المنطقة نلتقي مع المسؤولين، خلوكم معنا. نرحب بضيفي حلقتنا سيادة المقدم شادي اليوسف، معاون وزير الداخلية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية من رحب فيك ضمن حلقتنا لبرنامج إيش القصة؟ حياكم الله، أهلا وسهلا. لو تحكي لنا يعني تفاصيل جريمة القتل اللي حصلت في مخيمات أطمة، وكيف وصلكم هذا البلاغ؟ بتاريخ مبارحة الأحد وحوالي الساعة 9:10 أخبرنا من قائد شرطة أطمة الرائد خالد الفعوري بوجود جثتين لطفلين موجودتين أمام منازلهم. وعلى الفور قمنا باستنفار الوحدات الشرطية كافة في جميع القيادات بالتعاون مع الأخوة إدارة الحواجز والأخوة بجهاز الأمن العام، حيث بعدها تم نقل الجثتين إلى الطبابة الشرعي في المشفى، ومن خلال التقرير الطبي تبين أن سبب الوفاة هو نقص بالأكسجين الذي تم عن طريق خنق بفعل فاعل. الله يعطيك العافية. يعني جريمة القتل هي اللي صارت نضجت فيها المناطق المحررة، وكل الناس عم تسأل يعني كيف وإيش الأدلة اللي أنتوا استطعتوا خلال 24 ساعة ألقيتوا القبض على الفاعلة، وما هي أهم الأدلة اللي يعني توصلتوا لها؟ كان يوجد هناك دليل مهم جدا، وهو الورقة التي كانت مكتوبة والتي كانت موجودة على جثة الأطفال. والذي ثبت أكثر لدينا هو الورقة التي وضعت في اليوم الثاني، وهو صباح هذا اليوم، ورقة التهديد اللي انتشرت ثاني يوم. تماما. فمن خلالها تبين لنا أن الذي قام بوضع الورقة هو قريب على المكان، يعني حوالي المخيم. تماما. ومن خلال التحقيقات تم معرفة الفاعل وإحضاره إلى مركز المخفر، ومن خلال التحقيق الشفهي معه اعترف بما نسب إليه، واعترف أنه من قام بالقتل عن طريق الخنق.
طبعا احنا سمعنا انه هي امراه اللي قامت في هذا الجرم، هل هي تقربهم اشو بتكون لهم اشو الصله بتوصلها فيا يعني؟ الصله هي زوجة اخيهم، يوجد لهم اخ اسمه احمد فهي زوجة اخيهم، وهو يعمل كصيانة الدراجات او يقوم باصلاح الدراجات. تمام. انتم خلال التحقيقات اللي قمتوا فيها تبين انه في يعني اشخاص ثانيين كانوا معه ولا هي لحالها اشتغلت هذا الشغل يعني؟ من خلال التحقيقات لحد الان لا يوجد احد معه، فقط لوحدها. تمام الله يعطيك العافيه. الصور اللي انتشرت على النت يعني تظهر ضرب مبرح على وجوه الاطفال، يعني شو صحه هي الصور والمكان اللي قامت فيه بهذا الجرم؟ المكان هو بيتها، منزلها، ولم يكن موجود زوجها. التحقيقات جاري بالنسبة للموضوع إن كان موجود أو كان غير موجود أو يعرف أو لا يعرف. بالنسبة للصور شيء طبيعي يصير شيء من العنف، أثار تعذيب، لأن من خلال التقرير الطبي تبين إنه وفاتهم كانت بسبب الخنق، نقص الأكسجين. في الختام ما هي رسالتكم؟ نحن في وزارة الداخلية لن ندخر أي جهد من أجل حفظ الأمن والأمان في مناطقنا المحرر، وسنضرب بيد من حديد لكل من تسوي نفسه العبث المحرر. الله يعطيك العافية وشكرا للقائك معنا ضمن حلقتنا. الله يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، نحن حاولنا نجمع أكبر عدد من المعلومات حول القضية، ولكن القضية لسه ما انتهت والتحقيقات مستمرة، إن شاء الله تكون الحلقة وصلت لمبتغاها وعرفنا من خلالها أشو القصة، نلقاكم قريبا في حلقة جديدة من برنامجكم أشو القصة يا خاي، انتظروا.